للمزيد حول هذا الموضوع يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف سعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة، وكيل شؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة. أرحب بك سعادة الشيخ في نشرة أخبار الثالثة. إذن على ماذا يؤكد تحقيق خطة التشجير لأهدافها للعام، يعني العام الثاني على التوالي؟ نعم، نشكركم على هذه الاستضافة. في الحقيقة الخطة الوطنية للتشجير مثل ما تعرفون أنها أحد المبادرات المهمة التي تقوم بها مملكة البحرين لخفض والحد من الانبعاثات وخاصة الكربونية والوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060. طبعا هناك مبادرتين، الأولى خاصة بمضاعفة الأشجار والمبادرة الثانية خاصة بأشجار القرم، والتي سنقوم بمضاعفتها بأربع أضعاف في كافة مناطق مملكة البحر. وإحنا حرصنا في وزارة شؤون البلديات والزراعة على تحقيق خطة التشجير التي تجسد الأمن البيئي بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله. ولا ننسى أن خطة التشجير لم تأتي بثمارها لولا متابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي كان دائما متابعا قرب ومطلع على الخطة التشجير والتوسع بكافة محافظات مملكة البحرين، وذلك تحقيقا لالتزامات مملكة البحرين لمواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة. نعم سعادة الوكيل، كيف تصف التعاون بين مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص وأيضا المتطوعين في يعني تنفيذ خطة التشجير وتحقيقها لهدفها السنوي؟ نعم، تم البدء في برنامج التشجير في العام 2022 بزراعة 140 ألف شجرة، ليكون المجموع مع هذا العام 310 ألاف شجرة من الأشجار المعتمدة في برنامج التشجير. الهدف زيارة القطاع النباتي ومضاعفة عدد الأشجار من 1.8 إلى 3.6 مليون شجرة بحلول العام 2035. طبعا شمل البرنامج زراعة عدد من الشوارع والتقاطعات والمنتزهات والواحات الزراعية، بالإضافة إلى المباني الحكومية وخاصة منها المدارس والمراكز الصحية والأندية. هناك عدد من الوزارات الحكومية والهيئات الحكومية والمبادرة أيضا الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، كلهم هم حقيقة شركاء معنا ضمن فريق البحرين للتشجير. وكذلك ما ننسى القطاع الخاص كان له دور مهم في الخطة الوطنية للتشجير. مثل ما تعرف احنا اليوم نهاية عام 23، قدامنا حقيقة طريق طويل 2035، لكن أنا حبيت أؤكد أن احنا جميعا يد بيد التعاون والشراكة مع بعض للوصول إلى الهدف المنشود بإذن الله، وهو مضاعفة عدد الأشجار 3.6 مليون شجرة في العام 2035. وشكرا لكم. نعم، كل الشكر لك سعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة، وكيل شؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة.